جميل اصلا حتى الشميز لوحده ب 300 جنيه؟ والبليزر؟ البليزر بكام؟ 850 جنيه. علق علق علق، مفيش لبس شتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حلوين؟ والله منورين وكل سنة وانتم طيبين. طلعت النهارده بقى طلعت لبس الشتاء. شتينا اهو، الجو برد واللبس طبعا نزل في المحلات، هروح نشتري بقى معاكم. طالعين كده النهارده ان شاء الله عشان نشتري لبس الشتاء ونشوف الدنيا ماشيه ازاي والاسعار ايه. جمعنا فلوس اللبس يعني ربنا ييسر. بقى لها شهرين عماله بتحوش عشان نطلع الطلعه ديت ونشتري لبس الشتاء ليا انا والعيال وهي كمان يعني بالمره يعني على حسب الاسعار هنشوف ربنا يستر. فالطلعة دي كده تعالوا معانا كده هنطلع نشوف المحلات ونشوف الأسعار عاملة ازاي والرخيصة غالية الأماكن اللي فيها لبس رخيص واللي فيها لبس متوسط وخامات طبعا نظيفة مش أي خامة كده يعني. فخليكم معانا وتابعوا الفيديو للنهاية عشان هتعرفوا كل حاجة بالتفصيل إن شاء الله. ولو انتوا أول مرة تشوفونا ياريت تشتركوا في القناة وتدوسوا زر اللايك. أهم حاجة اللايك يا جماعة، اللايك بليز بليز، دوسوا لايك، ده تشجيعا مننا عشان تشجعونا ونحس بالاهتمام يعني وننزل نصور لكم فيديوهات اكتر واكتر ان شاء الله. وخليكم معانا لاخر الفيديو لان في مفاجآت وفي حاجات كتير قوي ان شاء الله. يلا بينا، يلا بينا، مع السلامه. وصلنا خلاص يا جماعه المكان اللي احنا هنشتري منه لبس الشتاء. احنا كنا بنشتري منه على طول السنه اللي فاتت، باسعار حلوه قوي، وهوريكم دلوقتي الخامات والاسعار ونشوف. يعني ما تتخضوش من منظر المكان يعني والاسعار. لا انا شاريه منه فعلا السنه اللي فاتت ليا والاولاد، شاريين كلنا من هنا. الاسعار تعتبر في المتناول للجميع يعني او معظم الجميع، ما هيش غاليه قوي ومش رخيصه قوي يعني، فعادي يعني. فايه نخش المحل ونشوف الاسعار والدنيا ماشيه ازاي وهنصور لكم كل حاجه بالتفصيل ان شاء الله. يلا بينا على المحل اللي احنا هنشتري منه. يلا خامة تقيلة وجميلة. الموضوع عبارة عن ايه ده؟ ايه؟ الموضوع عبارة عن ايه؟ بلوك. بس سعرها كده، هاتي التيكت بتاعها كده؟ لا هو سعر موحد. لا يا جماعة السعر ده غير السعر ده. ده ب 449؟ ده ب 450 جنيه. ايه؟ طيب لا هو السعر اللي بيبقى على التيكت هنا بيقول لك اسعار تبدا من كذا. والله 200؟ اه والله. الاسود ده ب 500 جنيه؟ ده ب 450 جنيه. 450؟ مش احنا اشتريناه في المحل ده قبل كده؟ ايه؟ ايوه. وري للناس كده الاسمر ده كده. نعم. ده ايه ده؟ ده جاكيت. ايه؟ سعره كام ده؟ نتفرج. طيب السعر كده 550 جنيه. هو جميل. طب ايه الحاجات دي؟ ده سويت شيرت. ايه؟ سويت شيرت. سويت شيرت؟ فرجي للناس كده، طلعيه كده وفرجي للناس. ده قطعة واحدة بس. خامته من جوه عاملة ازاي؟ خامته حلوة بس هو ورني السعر كده. 500 جنيه. 500؟ سويت شيرت بس ب 500 جنيه. ايه؟ سويت شيرت بس ب 500 جنيه. طب وايه الحاجات اللي ورا ده؟ سويت شيرتات التانية دي برضه. دي مقاسات خاصة. ده عامل كام ده؟ دي مقاسات خاصة مش عارف. ده عامل كام؟ 400. 400 جنيه. اهو يا جماعة السعر عشان ايه؟ مقاسات كبيرة يعني، مقاسات خاصة. تعالى نشوف الحاجات دي كده. هو بنطلون رجل سمرة ورجل. ده ترنج ايه؟ ترنج بيت؟ أكيد مش خروج يعني. ايه؟ أنت هترضى تخرجني بترنج؟ لا بس هو شكله أصفر وينفع على فكرة خروج. ده سعره كام ده؟
369. على فكره يا جماعه الاسعار دي بعد الخصم كمان، يعني انا مش عارف ايه. استني كده، لا استنى بص. انت ايه؟ استنى اصل انا شكيت في السعر. ايه ده 369، لكن ده البنطلون ليه سعر تاني. ايه ده ايه ده، البنطلون لوحده 350 جنيه. اقسم بالله انا كنت هشتريه اصلا، انا قلت رخيص يعني قول مثلا 400 جنيه، لكن هو البنطلون اهو 349 لوحده. البنطلون لوحده 349. بص اهو انا شكيت اصلا اهو، والبتاع اللي فوق والبلوزه 369. ده ايه الصدمه دي؟ صدمه كبيره زي ما كنت بتقول. طب وايه الحاجات دي؟ الحاجات دي حريم ولا رجاله؟ ده هو حلو مشكو حلو، بس ب 500 جنيه 499. السويت شيرت بس ب 500 جنيه؟ اه تعالي نشوف حاجات تانية كده. تعالي نشوف حاجات تانية. ما تعقدنيش انا جاي اشتري لبس خروج. ما نشوف الاسعار كده، الميزانية هتخرج. وايه ده بقى؟ ايه سيتي بليزر. بليزر؟ الشميس طبعا لوحده ب 300 جنيه جميل اصلا، حاجه جميله. الشميس لوحده ب 300 جنيه؟ اه. والبليزر؟ البليزر بكام؟ 850 جنيه. علق علق علق، مفيش لبس شتا، مفيش لبس شتا. ده من الدريس شايفاه صيفي، مش عارفه ده صيفي ده. طب بكام ده طيب؟ بكام؟ وري الناس كده بس، وري كده بكام؟ 600 جنيه. طب ودوت ايه ده؟ بلوزه يعني. ايه؟ طلعيها كده. خامتها ايه طيب؟ صوف. صوف؟ ده ورق السعر كده. اوك صور. كم؟ 349. 300 يعني 350 جنيه يعني. اه حلو البست ده. البست والله الحاجه كلها حلوه، بس الاسعار هي اللي مش حلوه. بطل احباط على فكره، هو شكله على الكاميرا. اه ده اللي في ايدك ده؟ اه هو ده. ده عامل كام؟ ورينا كده، وريني كده بس، وري الناس كده بسعره عامل كده. 400 جنيه. 400 جنيه؟ ايه؟ تعمل ايه؟ اشوف حاجة ارخص يعني. اه طب ايه الايه بتاع ده؟ هات البتاع ده كده ورينا كده. خلاص هيكون كده، استنى ما اصوره كده. وده بتلبس فوق حاجة اصلا، مش بتلبس كده لوحده. ده سعره كام ده؟ ده 300 يعني، تعتبر حاجة حنينة. مش بيتلبس حاجة أساسية، بيتلبس فوقيه حاجة كمان؟ اه ماشي. شكلنا مش هنشتري حاجة النهاردة. ده كله في اللبس الحريمي بس، لسه اللبس الأطفالي ولسه اللبس الرجالي. ده إيه ده؟ صيفي؟ 350. 350 يا ليلى. إيه؟ وده ايه؟ ده زي الجاكيت كده. ايه؟ بتلبس تحتيه باطي. ده عامل كام ده؟ 450 والله اهو. 550 400 500. اه معلش. يا نهار ابيض. عايزه الجاكيت ده بعد كده. نعم. عايزه الجاكيت ده. ده عامل كام الجاكيت ده؟ بس نشوفه مقاسي الاول ولا ايه؟ شوفيه الاول كده اعمل كده. طيب نشوفه مقاسي. طب وريني سعره بس كده، انا عايزه تتفاجئ بس بسعره. بس اهم حاجه المقاس. لا اشوف سعره بس، استنى كده انا اجيب لكم سعره. حرام عليك يا اسطى. يا ساتر يا رب، انا هيجيلي بلغط 700 جنيه.
صحابك جاي تشتري لبس ليك انت لوحدك واحنا لا؟ ها؟ هنا بنطلون مش شتوي اكيد يعني، حتى مش مكتوب عليه. تعالي بقى، طب خلاص سيبك من اللبس بتاعك كده، تعالي ايه نشوف اللبس الاطفالي. ما اشتريتش. طيب لا، ما احنا جايين النهارده نتفرج بس. لا احنا النهارده جايين نتفرج بس، مش هنشتري مش هنشتري خلاص، احنا جايين نتفرج بس النهارده. ايوه خش على لبس الاطفال كده. شايفه كنز في ده؟ شايفه فين؟ كنز شكله حلو قوي. شايفه كنز في ده؟ اه. ده بكام ده؟ لا كنز حرام تلبس الحاجات دي. حرام؟ لا الحاجات دي مش لينا. يا بلاش والله. 950 يا بلاش. لا وفي منه مقاس شام. كمان؟ اه. في مقاسات كبيرة يعني. المقاس الكبير بكام؟ نفس السعر برضه. طب شوفي بقى انت حاطط نفس السعر الصغير. اه. طب طب. ده عباره عن ايه ده؟ دوت سويت شيرت. لا هم بص هم اللي عاملين الحاجات دي يعني، كل حاجه اصلا لوحدها. اه ده سويت شيرت ب 300 جنيه. بكام ده؟ 300. يا جماعه احنا هنا كده في قسم اللبس الاطفالي. اللبس الاطفالي. الجاكيت. يا ساتر يا رب، انا هيجي لي غلط. انا هنجلط. انا هنجلط. يا جماعه الاسعار دي ايه؟ انا هاخد فكره عن لبس الصبيان عشان هي ما تعقدش من لبس البنات لوحدها. لا مش سامعك مش سامعك، قولي تقولي ايه؟ هاخد فكره عن لبس الصبيان. اه. شوف الاسعار. طيب خدي فكرة عن لبس الصبيان. انت عايزة مني حاجة اطلع انا بره؟ ثانية بس. لا بتاع ده جميل على فكرة وشكله شيك. اه ده عامل كام ده؟ عامل كام بس كده عشان نعرف الناس بس. اوريلكم 300 جنيه. اوريلكم السعر يا جماعة. 300 جنيه. وده ايه ده؟ ده جميل خالص. كام ده؟ 469. 400 يا بلاش والله يا بلاش يا بلاش. اه طب شوفي شوفي بتاع ده كده شكله حلو كده، طلعيه كده وورجي لي الناس كده. اه عاجبني البتاع ده والله. اه جميل. اه بكام؟ هتلاقي السعر مش جميل، هو جميل بس السعر مش جميل. بكام؟ لا ده ب 300 جنيه بس. كام؟ بس 300 جنيه بس؟ والله يا جماعه احنا هنا في مكان اقسم بالله احنا شارين منه هدوم السنه، احنا شارين منه السنه اللي فاتت. ماشي مش عارف، فانا مش فاهم فيه ايه، مش فاهم يعني ايه بصراحه الاسعار عندك كده. بص انت عارف ده بكام؟ السويت شيرت عادي خالص. بكام ده؟ ب 400 جنيه. 400 جنيه. لا 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 الحاجات دي شكلها كده ايه؟ رخيصة؟ اه شكلها كده رخيصة اهي، بس الحاجات دي صيفي. ايه؟ فين الحاجات الشكل؟ ده ايه ده؟ سعرها كده مش مكتوب. طب تعالي نشوف حاجات تانية، نشوف الحاجات اللي هناك ورا دي.
طب ايه الجاكيت ده؟ عامل كام ده؟ 5000 جنيه؟ 5000 جنيه ولا كام ده؟ 800 جنيه 800 جنيه حلو جميل رائع. او جيبات جلد. جيبات جلد؟ ايه رايك في الخامة؟ حلو فكرة حلوة. الله بصي مقاس كنزي. الله بصي. ده عامل كام البنطلون الجلد ده؟ عامل كام؟ طيب عامل اصبر نشوف. ما هو انت بالنسبة لك الحاجة كلها حلوة، انا بالنسبة لي بدور على الفلوس. انا بالنسبة لي بدور على الساعة. كام؟ لا كام؟ الجلد مش حلو. كام طيب؟ 400 جنيه. كم؟ 400 جنيه. 400 جنيه. يلا يا سمسم ادخل انت بقى شوف. بكام ده؟ حلو. بحب انا اللون المسترد قوي. افرد كده وريني ظهره. حلو ده بكام ده؟ دوت 320 جنيه مش عارف بس السعر كده باين ولا ما حلو على فكره وخامته حلو. بس انت عندك حاجه مسترد على فكره. ماشي ده يعتبر جاكيت. هو خامته ايه ده؟ عامل ازاي؟ بس على فكرة هو مش خروج. لا خروج مش عارفة حساسة شبه بتاع الترنجات كده. هو سعره ايه ده؟ 630 جنيه. 630 جنيه ديت دي الجنيه المصري، انما ديت اردني، دي كويت، دي ايوه لو حد سعودي انا او خليجي. 630 جنيه مصري. انا بلبس انا الحاجات دي يا جماعه. طب شوف الكحل اللي جنبك كده يا سينس اللي وراك ده. بس شكله حلو على فكره. بس خفيف على فكره مش تقيل. يعني ده يتلبس فوقي حاجه. واو ده عايز جاكيت بثمنه 380 جنيه. 380 جنيه. فين الجواكت طيب؟ ايه ده يا اسام؟ ده جاكيت. هو لونه زيتي؟ ده ايه ده؟ قطيفة ده ولا ايه؟ عامل زي الجلد كده. ثمنه 810. 810 بالجنيه المصري. الجنيه المصري ده ايوه 810. بس هو تقيل على فكره. ده عامل شباب ده جلد. هو جلد على فكره. جلد. طب شوف كده حاول تختار. ايه؟ حاول تختار. والله يا جماعه بالنسبه لنا شكلي هقضي الشتاء باللبس الشتوي اللي عامله. لا لا يا اسامه ما تقولش كده اصبر بس يا اسامه. عندي لبس شتوي في وقت كتير شكلي هقضي بيها. حلو الجاكيت ده يا اسامه. جلد جميل. ده ليه زونت كمان. حسب حسب الناس اللي هو ليه. بصي هو كشكلا كشكل فخامه جميل. السعر يبقى اكيد يستاهل السعر طالما شكله حلو. السعر 810. 810. طب في بتاع في سويت شيرت نبيتي وراك في احمر اهوت في اسمر قصدي في رصاصي حلو قوي. ده يتلبس تحتيه قميص ويبقى جميل. 350. ورني قماشته كده.
هو ايه ده ده عادي يعني، واحنا مش هنشتري ولا ايه يا استاذ؟ شوف اللي وراك ده كده، ملكه عادي برضه. بكام ده؟ $380. والله انا قلت انا عن نفسي يعني انا هقضي الشتاء بلبس الشتاء اللي عندي. أسامة ما تحركش بقى، بلبس الشتاء مش هنشتري جديد. الفلوس اللي معانا ديت ونزل نشتري حاجه، دوبك اشتري حاجه ليكي حاجه ليا حاجه اكتر من كده، نشتري حاجه خلاص. شكرا. تعالي يلا بنشوف هنعمل ايه تاني. حلو قوي. طب وايه ده؟ احنا رحنا محل تاني يا جماعه برضه عشان نشوف الاسعار في محل تاني. ده ايه ده؟ عباره عن ايه ده؟ بلورات طويل محجبات. وريني الناس كده من بعيد. ده عامل كام؟ ده يتلبس تحتيه بقى بنطلون جينز و وبادي يبقى جميل قوي. بص الجيب، بس اصبر يا اسامه. ايه ده؟ مستعجل. بصوا يا جماعه هو مستعجل على السعر وخلاص. ليه بقى؟ عشان يقول لي سيبيه. سيبنا نفرح بالحاج. سعره كام؟ ده تقريبا مش هيناسبني يعني. طب نشوف بس السعر كده. 600. مش هتكلم ولا انا كمان هتكلم. انت شكلك كمان هتقضي الشتاء باللبس اللي عندك ده السنه اللي فاتت. ايوه. لا مالي يا لمي، لا هتقضي باللبس اللي عندك. هو لبس اطفالي ده؟ بشوف حاجه طيب للعيال. ماشي. ده بكام ده؟ انا اللي يهمني السعر، ما تقوليش بكام. حلو مش حلو؟ بس ده مش هيجي مقاس كنز اساسا. وريهولي كده من هنا. هو معاه توكه. ومعاه الباص بتاعه. ده بتاع المدرسه ده؟ لا لا لا. ده سعره كام؟ سعره 390. بصي انا ما تقوليش ده حلو ومش حلو، قولي لي سعره كذا قولي حلو ولا مش حلو. ده ايه ده؟ شكلا جميل، الشكل حلو. كام 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 فين؟ خبر ازرق 600 جنيه. ارمي ده. ايه؟ والله يا جماعه الواحد مصرف الاسعار عنا كده ليه؟ ده صيفي ده. صيفي. كام الصيفي ده؟ 340. ايه؟ صغيرة. ده عبارة عن ايه ده؟ زي اللي انا شفته كده، زي السلوبيت كده. بس قلب صوتك احسن، الناس كده مش سامع حاجه. سلوبيت. سوبليت. ماشي. سوبليت بكام السوبليت ده؟ الحاجات دي منكر على فكره. منكر؟ بكام السوبليت ده؟ كام كام؟ 320. 320 والله. ورن الناس. فين 320 بالجنيه المصري. انا بقول ليه كفايه كده والنهار، يلا بينا نروح. ماشي. يلا. تجربه سيئه. ايه؟
تجربة سيئة، الأسعار وحشة أوي أوي. خلاص يا جماعة خدنا فكرة وهنشتري بقى السنة الجاية. لا احنا خدنا فكرة نشتري بكرة. لا السنة الجاية بكرة دي كانت زمان. بص انا عن نفسي خلاص قررت ان انا هقضي الشتاء باللبس الشتوي اللي عندي بتاع السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها. بالنسبة لي مش هقضي وهجيب العيال كمان. انت كمان هتقضي الشتاء باللبس اللي عندك. لا يا جماعة والله الأسعار هنروح محلات تانية بأسعار تانية يا جماعة، اصبروا بس على ايدك. لا والله يا جماعة الأسعار رهيبة. لا خارج ايه ده؟ الميزانية اللي احنا عملناها يا دوبك تجيب حاجة ليا أو ليها. هتجيب هدوم حاجة واحدة يعني بس. سويت شيرت مثلا لشمس وسويت شيرت لجينز. اه. بس كده. بس عموما يا جماعة دي تجربة اللبس الشتوي و لا 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 في تجربة تانية، هنشوف اللبس الرخيص يا جماعة، هندور على أماكن بتبيع لبس رخيص وهنصور لكم وهنشتري إن شاء الله يعني دعواتكم. كده احنا هنلجأ للبس الشعبي. لا مش شعبي على فكرة، طب ما ده احنا شاريين منه السنة اللي فاتت. والله يا جماعة شاريين منه السنة اللي فاتت وكانت الأسعار يعني متهاودة شوية مش بالمنظر ده. فبإذن الله يعني احنا جربنا وقت وهنشوف بقى اماكن تانية للبس مناسبة لينا وليها بأسعار حنينة شوية يعني او لينا. ونتمنى يعني الفيديو يكون عجبكم يعني كده ان شاء الله. يا ريت كلنا نشوف الفيديو ودوسوا لايك، دوسوا لايك، واللي ما اشتركش القناة اشترك القناة تقديرا لينا وتشجيعا عشان ننزل نصور لكم فيديوهات اكتر. يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.